اهلا وسهلا كبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحه. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا توحشتكم بزاف، ولفتكم ولفت نهضر معكم. كل نهار صراحه ما كنتش غادي ندير هذا الفيديو هذا ديال اليوم، جيت لدارنا قلت نرتاح مع واحد شويه ودكشي، نبات معاهم ونشوف بابا حتى هو مسكين ودكشي. ايوا صافي بت معاهم اليوم، فعقلي مشى كل واحد مشى للخدمه ودكشي. عرفتي البنات كندير بحال هكا وكنتصدم حق الله. ايوا حلت في راسي هاد عييت من حق فيه، ما بغاش يتحيد، راه مشكلته مشكله. ايوا صافي بقيت انا والبنات وبابا، وبغيت نشارك معاكم واحد الاكله. قلت ليه بابا شوف عافاك تهيت، قال لي صافي زعما حيت مشى حيت كلشي كيتغدى في الخدمه ودكشي، شنو غنديروا للغدا؟ كنت باغا ندير زعما شي مريقه، وانا نقول له قلت له عافاك بابا، بقيت غير انا وياك بغيت كدير ليا واحد الاكله ديالو اللي كنحماق عليها الصراحه. هادي الاكله المعتمده عندو، فاش كانت كتسافر ماما وداكشي كتمشي لفاس كتخلينا معاه، كيطيب لنا واحد الكاميله ديال البيض ومطيشه خطيره بنينه، وكيخلي واحد البيض عتي راه سمعو تقرشش راه كاس كيطيب. قلت له عافاك بابا، قال لي اصبر بنتي غير نرتاح شويه، يلا صليت الظهر وداكشي ونوض نطيبها. ايوا صافي مع البنات كيبكي وداكشي، ويقول لي ايوا صافي عرفتي شنو غديري، غير سيري انا غنصيب. صافي بغيت نشارك معاكم تشوفوا وندوزو ليكم تهضروا معاه واحد شويه، جبدوه جبدوه شويه هضروا معاه وداكشي وشوفوا شنو غادي يكون. شوفوا البنات شوفوا الطريقه ديالو باش كيبدا، كيقلي الثوم بقشورو، هذيك الزيت البلديه بابا ولا الروميه؟ الروميه ويلور. داير الزيت قال لك ويلور، وكيدير المعدنوس، هذا قزبر ومعدنوس ياك. شوفوا انتم قزبر ومعدنوس حتى كتقعتي واحد المطيشه والبيض بنينه بنينه، حتى كتقلى عاد كيرمي المطيشه. انتم لا تقولوا بابا ما متيولش، شوفوا المطيشه كي مقطعه وداك الشيء، ايوا ما تقلى ديك الثوم عاد غيرميها. عليكم بخير الله يعاونكم. انتم ها هو الله يعاونكم الله يعاونكم. بابا راه شويه ما عندوش مع كيحشم مسكين وداك الشيء درويش الصراحه. راه عجبكم الفيديو اللي حطيت ديال شاد البنات صراحه، والله تحنين بابا مسكين حنين فينا وفي بنياتنا، ودابا انتم مسكين مهلي فينا، وانا اللي تشهيت هاد الطاوه هادي قلت ليه ديرها لينا. كديرها بابا البيض والمطيشه ديالك صافي مزيان كديرها واعره زوين ها؟ تبقى تشارك معاهم هذيك الكميله اللي كنتي كدير لينا عاوتاني ديال البطاطا والفلفله وداك الشيء، ديرها لهم شي نهار ان شاء الله. ديرها شنو تقول لهم؟ عطيهم شي دعيوه زوينه. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم علينا وجميع المسلمين. امين يا ربي امين. وكنشكر الطاقم التقني، نشكرهم بزاف ومداعمين هذا القناة ديالي، القناة ديال بنتي، وكنشكركم بزاف. الله يعاونكم الله يعاونكم الله يخاطيكم الله يخاطيكم. بابا بغينا نديرو شي نهار شي مقلب لماما، شنو بغيت ندير هذا المقلب ديال الوشام ساعة ما صدقش، شنو شي حاجة نديرو لها اللي كتعصبها؟ شناهي شنو بانت لك؟ ماما اي خاف ما يقدر. ماما كتاكل كلشي، شنو نديرو لها؟ دابا حيت ماما فيها السكر كنديرو لها الريجيم، ما كتبغيش، كنحيدو لها المناضه كتنضبز معاها. كتبغي المناضه بزاف، شنو نديرو لها شي حاجه في المناضه؟ نديرو لها شي حاجه في المناضه ونشكرها. المهم ها انتم البنات، فين تقلات هذيك الثومه وداك الشيء والمعدنوس، دار سكينجبير والتحميره، رمى مطيشه وسكينجبير والتحميره، عصير كتجيبني كتحمقني عندو انا هاد البيض ومطيشه كيديرها واعر. هانتوما دار واحد راس معلقه صغيره ديال البزار، هانتوما راه شاركت معاكم غديوتنا بلا زواق انا وبابا. ياك بابا هاد الاكله زوينه. شوفو هانتو شو مطيشه داكشي، يا سلام. شنو بابا هذا؟ شنو قلتي هذا؟ طويجن على قد الحال. والله الا طويجن على قد الحال، ولكن دايره ماكله مطيشه وطور. شنو درتي لنا بابا اليوم؟ مطيشه بالبيض. طويجن على قد الحال. على قد الحال. ياك؟ نعم. ولكن راه كيجي بنين وحق الله. غزال، جربوا الطريقه ديال بابا. الثومة والعطرية هذاك الشيء كيجي مزيان بزاف. كيجي صحي. ياك. وماما؟ نعم. ماما شنو حقها فينا بابا؟ حقا في الجنة، حقا في الجنة. قال لي بلا ما تقولي شي هضرة، قال لي زعما خايبة باش ما يتجبدش لي الصداع، قال لي لا لا بلا ما تقولي شي هضرة. علاش خفتي منها؟ لا ماشي مشكل، الهضرة خايبة مزيانة.
نعم مزيانه شو صح هضره خايبه وصافي نخليو لها واخا كل انسان معلق شي يروح الهضره ما مزيانهش ولا خايبه لا بصح الهضره مزيانه شوف نقولوا حنا مزيانه نقول شي حاجه خايبه المهم بابا كيطيب لينا البيض ومطيشه وداك الشيء ايوا صافي حنايا نسينو كيفاش نحطو لكم التقديم تاع غطيب مطيشه وداك الشيء وعاد ديك الساعات غادي اي رمي البيض والله الا كتجي واعره واعره راه ما بغاش يهضر خاف حيت هو وماما مشاكل خاصني شي نهار يكونوا كيهضروا بصح ونصورهم لكم وتشوفوا زعما داك الشيء راه المود ديال الضحك وحق الله ماما كتقول لي عادي هانيه صوري وداك الشيء ولكن هو شويه باقي ماشي كيحشم هو اصلا هو طبعه الصراحه هكاك داير كيبقى زعما حشومي كيحشم واحد الدرجه ما تصوروش ولكن صراحه والله العظيم الله يخليه لينا حنين حنين بزاف واحد الدرجه ما تصوروش مسكين وحنين فينا وفي وليداتنا وفي البنات ودابا عرفتي بناتي وبنت اختي كيحمقوا ويتسطاو عليه والله العظيم الا في الليل كيجيو من النعاس كيمشيو يتخشاو فيه كيبقاو جالسين حداه وداك الشيء وحنين فيهم يكون خارج يجي من الجامع مسكين يجيب لهم داك الشيء ديال السقاطه وهذا الله لا يخطيه والله يرحم كل اب متوفي وفي هذا الفيديو هذا حتى هو بغيت البنات نجبد لكم شيخي اللي مسكين يلا توفى في شهر جوج كان واحد كان الاب ديالي الثاني الصراحه وحق الله عرفتي راه شوفوا عينيات غرغروا كان واحد الانسان زعما اللي ما غيعاودوش التاريخ والله العظيم اللي ما غيعاودوش التاريخ وكان كيقول لي مسكين واحد الكلمه جايه واحد النهار انا وياه من مراكش وهابطين الرباط هو يقول لي شوفي بنتي واحد المثال قال لي انتي فوق الكرمه زعما كانوا شي مشاكل داكشي ويقول لي ما يهمكش بنتي راه انتي فوق الكرمه وتخيلوا مسكين مات في شهر جوج وكل ساعه كنحلم به كيعيط ليا ولا كنجلس معاه وتيسولني على البنات مره حلمت بيه عطاني هو وباه تا والله يرحمه عطاني طريف ديال الخبز دائما كيوقف في منامي علاش حيت عارف قيمته عندي هنا وحق الله الا قيمته هنا في هذا الفيديو فبغيت نقول بغيتكم كاملين البنات تدعوا معاه بالرحمه الله يرحمه والله يجعله من اهل الجنه واكيد غادي يكون في الجنه لان داك الانسان كتسمعي فمو غير زوين ما عمر كيسمعتي الخايب منه وحق الله ما عمري سمعت الخايب كيوقعوا مشاكل بزاف يعني راه اي دار واي بلاصه كيوقعوا فيها مشاكل ولكن كيبقى بعيد كتشوفي مسكين هي وجهه الاحمر ما كيبغيش المشاكل وكان مسكين جلس معايا في مراكش 6 شهور وحق الله الا كان جلس معايا 6 شهور وكان عاجبو الحال ومسكين وداكشي وكيمشي وكنبقى نعي كيخرج للقهوه وكنعيط له فين كعمي فين كادي وتيجي نجمع له حوايج الحمام تيقول لي صافي ما غنهبطش عند الحاجه انا غنبقى معاك انا ما غنهبطش عند الحاجه الله يرحمك عمي في هذا النهار الله يجعلك من اهل الجنه وعافاكم دعيو 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 معاه بزاف لان واحد الانسان راه بزاف راه ياخذ بنتي فوتوكوبي ديالو راه باش تعرفوا معزته سبحان الله توحمت عليه وما ننساش ليه واحد الاجر اللي بغيت يلقاه نهار ديال نهار الحساب بغيت هذاك الاجر اللي يجيه ويقف ليه ويحيد ليه كاع اللي عنده شي ذنوب كامله تخيلوا البنات كنت حامله بياقوت وكنت تفرج في دوزيم صافي وكانت كانوا دايرين في واحد المسلسل انا وليت بكايه وليت حساسه كنت تفرج في واحد المسلسل كانوا دايرين داك ديال داك المهم واحد المسلسل كان تركي وداكشي مترجمينه بالمغربيه ايوا وانا يلا حملت بياقوت يلا طحت في كرشي عندي وقيله شي شهرين هكاك وداكشي ونادو جابوا الفريز وكانت بحال هاد الوقيته هادي كان وقيله البرد شويه وكيشدوا داك الفريز وكيديروه في السكر وتياكلو كيشدوا الفريز وكيديروه في السكر وتياكلو ايوا عرفتي ما نعاودش ليكم الريوق يهبطوا عليه وكتعرفوا الوحم وصافي ما داك الفريز والو عيطت لراجلي قلت ليه ما كانش معايا قلت ليه بغيت الفريز ويقول لي منين خرج لك الفريز قلت ليه يوسف عارفني كنتوحم بغيت الفريز مشى قلب مراكش كامله مشى حتى لعند دوك اللي كيبيعوا قلت له الديسير وداك الشيء كاين والو كيسول صحابو كلشي صحابو كيعيطوا له تيقولوا له راه الوالده عندها الفريز مكونجولي وداك الشيء كنقولوا لا ما بغيتش الفريز مكونجولي حتى انا عندي الفريز مكونجولي بغيت ناكلو هكاك والو ما لقاهش نادت خالت راجلي حتى هي الله يسهل عليها والله يجعل اجرها عند الله حتى هي كانت في السعوديه خدامه وعندهم الفريز تما عندهم يعني كيخزنوه وداك الشيء شراتو ومشات للمطار
دخلت المطار ضيع عادي، لقات واحد الناس جايين هابطين دايرين عمره مغاربه، واحد الحاجه والله يجعلها لي توا في حسناته مقبوله عند الله ان شاء الله. لقات داك الحجاج وداك الشميه تقول لهم راه مرت ولدي وداك الشيء كتوحم وهذا وهذا، راه الفريز عافاك الا ممكن توصلوا ليا للمغرب. قالوا ليها على الراس والعين ما عندناش المشكل. مسكين منين وصل قال لها غير يجي شي حد يتلقى لنا في المطار. ناض عمي قال لهم انا اللي غادي نمشي نجيبو لها من المطار، وهو ساكنين في الرباط، قال لهم انا غادي نمشي ونجيبو لها من المطار وغنطلعو ليها. فعلا مسى مسكين المطار وكاتب ورقه بان زعما هو اللي مول الفريز وداك الشيء وصافي. وتلاقى بديك الناس ديك الحجاج اللي دايرين العمره مسكين، ودعاو معانا وكل شيء ودعاو معاه. صافي مسكين عاوتاني من المطار شد التران وطلع عندي حتى لمراكش. طلع لعندي بقى عقله مسكين داخل عندي كان البرد، لابس واحد المونطو وتبارك الله كان واحد الهيبه واحد الجمال واحد النور عنده، كيفاش بيض وكيفاش زعر وواحد الحيه عنده بيضه واحد الجمال، كان عنده النور عطيه ليه في وجهه الله سبحانه وتعالى. داخل عندي مسكين وهاز ديك الصنيديقه جوج صندوقات الفريز ويقول لي حليت لي الباب، وانا قلت له عمي جيتي عندنا وداك الشيء، ويقول لي هاكا بنتي شوفي شنو جبت لك واحد الكادو. انا عرفتي شفتو درت ما عرفتش تهبقت ولا ما عرفتش كي درت لها. ويقول لولده اللي هو راجلي قال له تقول واش تقيس لها حبه وحده، قال له دخل. عرفتي مسكين دخلني الكوزينه وحط لي كرسي وحط لي وبدا كيغسلو وحطوا لي، قال لي كولي كولي ابنتي، قال لي حتى تشبعي وتحيدي شهوتك منه. شوفوا شوفوا مسكين وحق الله. وتخيلوا دابا هذا الفيديو اقسم لك بالله ما كنت ناويه ندير انا اليوم فيديو، قلت غادي نجي للدار نقل شويه نرتاح وداك الشيء، حتى نتوما ترتاحوا مني غنبقى غير كنبلبل ليكم وداك الشيء. صافي ونشوف بابا منين بدا داك البيض وماطيشه، قلت نصور معكم ندير فلوق مع بابا. وشوفوا الفلوق مع بابا وتحول لعمي الله يرحمه سبحان الله والله العظيم الا بغى الرحمه مسكين بغاني انني نجبده. كنتمنى ربي يمسح ليه كاع ذنوبه ويخلي ليه غير الحسنات ديالو هي اللي تفوق عليه، وكنتمنى له الجنه اللي يدخل ليها وندخلوا ليها كاملين حنا وجميع المسلمين واللي كيتمناها وكل شيء. والله يسمح لينا والله يغفر لينا على اي حاجه درناها والله العظيم. الى الدنيا زعما راه فايته والله، المشاكل كتخلي الفراق وكتخلي، ولكن شوفوا البنات الصراحه راه ما كاين ما احسن من لمه العائله ولما كلشي مني كتجتمع وكتمشي هكا وكتمشي هكا وداك الشيء، راه كتكون زعما شي حاجه كبيره عند الله، ونفسيتك انت كترتاح وعند وليداتك كذلك تيكبروا يعني مجموعين مع العائلات. كنتمنى في هذا الفيديو نكون خفيفه ظريفه عليكم ويكون عجبكم لا فيديو، وما تنساونيش بالتعاليق. كما قلت لكم هذا الفيديو راه غير صدفه وعافاكم البنات. كنتمنى انكم تدعوا مع عمي هذا بالرحمه، والله يرحمه والله يجعله من اهل الجنه، والله يرحم كاع الاباء اللي متوفيين. حطيت فيديو ديال بابا ومساكن شحال ديال البنات باقيين محروقين الحرقه ديال الاب ديالهم. كنتمنى الله يرزقكم الصبر والله يرحمهم والله يجعلهم من اهل الجنه يا ربي، كاع المسلمين الاحياء منهم والاموات الله يرحمنا ويرحمهم. يلا ها البنات حنا الله يرحمنا في الدنيا وهما الله يرحمهم في الاخره، والله يجعل قبورهم كتنور بريحه الجنه يا ربي امين. يلا ها البنات كيما ديما اللي ما اشتركتش صابت تشارك، واللي مشتركه عندي ما تنسينيش بشي هضيره زوينه، كنبغيكم بزاف والهلا يخطيكم عليا. نتوما البنات شوفوا 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 شوفوا، يا سلام يا سلام، عتي كتجي عنده بنينه خطيره بزاف. الغدا على حسابك الوالد اليوم ياك؟ ياه اي والله يعطيك الصحه. مرحبا بلي جا عندنا، قالك بابا مرحبا بكم قبلوا علينا. ها انتم مسكين كيقطع لنا الخيار، وانا قلت لكم بابا الحنين وهذا بابا الحنين.